مرحبا بكم أطفالي الأعزاء، يسعدني أن يتجدد لقائي بكم من جديد في نشاطنا الثقافي لنسافر عبر الحكاية. سأحكي لكم اليوم حكاية تحت عنوان بيض من ذهب. في قرية الزهور كما يسميها البعض، تعيش فاطمة حياة هادئة مع ابنها النشيط كريم وبقرتها السمينة. يقضي هؤلاء الثلاثة نهارهم في الحقل، يحرثونه، يغرسونه، يسقونه، وعلى ضفة النهر يصطادون السمك. تعمل فاطمة ليل نهار، يساعدها كريم بجد، وتدر البقرة حليبا يبيعان قدرا منه ويشربان الباقي. ذات يوم من أيام الخريف العاصفة، مرضت الأم فاطمة ولم تجد نقودا كافية تشتري بها الدواء، فقالت لولدها كريم: انهض غدا باكرا قبل أن يصيح الديك وتشرق الشمس، وخذ البقرة إلى السوق لتبيعها وتحضر لي الدواء بثمنها. يعز علي يا طفلي أن أبيع بقرتنا الحلوب، لكن ماذا أفعل والمرض أنهك جسمي النحيل؟ استيقظ كريم باكرا وساق البقرة، وفي طريقه لقي رجلا غريبا توجس منه، لكن الرجل بادر قائلا بحنان: لا تخش شيئا يا بني، سأغنيك لتنقذ أمك من مرضها وكل المرضى والمعاقين. سأل كريم في دهشة: أحقا ما تقول يا سيدي؟ طبعا يا بني، أنا لا أكذب، شريطة أن نتبادل، تعطيني بقرتك وأعطيك حزمة من هذه الأعشاب. قال كريم متعجبا: كيف نتبادل؟ بقرتي أغلى ثمنا، تدر حليبا يغذينا وتعطي لحما وجلدا. رد الرجل بثقة: لا تنس أن لأعشابي فوائد شتى، فهي غذاء ودواء ينشطان العقل والذكاء. لم يتردد الولد لحظة في التبادل، بل كاد يطير فرحا. كيف لا، والأعشاب غذاء ودواء لأمه المريضة. وهكذا سلم كريم البقرة للرجل وأخذ حزمة من الأعشاب. وعندما عاد كريم إلى أمه، ظنته أحضر لها باقة من الزهور، فغمر السرور قلبها: شكرا يا عزيزي على هذه الباقة الجميلة من الزهور. ابتسم الولد قائلا: إنها حزمة من أعشاب يا أمي. سألته بدهشة: وأين الدواء؟ لا أرى في يديك إلا هذه الحزمة. أجابها كريم متلعثما: لقيت في طريقي صدفة رجلا فأعطاني هذه الحزمة وأعطيته بقرتنا. سألته قلقة: أجننت؟ كيف تقبل هذه المقايضة؟ ألا تعلم أن بقرتنا أغلى ثمنا؟ قال الولد هامسا كأنه ندم على ما فعله: أقنعني الرجل بأن أعشابه تحتوي على فوائد شتى، إذا غرسناها في حقلنا تعطينا غذاء ودواء يشفيانك وينشطانك ويقويانك. قالت الأم فرحة: أحقا ما تقول؟ إذا كان كلامه صادقا فاغرسها حالا. انصرف كريم إلى الحقل يغرس الأعشاب، ثم يسقيها ماء ويسيجها بأسلاك وأشواك كي لا تتناولها أو تدوسها الماشية أو تمتد الأيدي العابسة لتقتلعها. في الغد نهض كريم باكرا فوجد الأعشاب طويلة جدا جدا تغطي نور الشمس الساطعة كأنها ناطحات السحاب. لم يدري ماذا يفعل، كاد يفقد عقله لرؤية هذه القامات الصامقة. نادى على أمه بصوت عال: أمي تعالي تنظري كيف أصبحت الأعشاب. قالت الأم ذاهلة: حقا يا ولدي، إن الرجل لا يكذب لا يكذب، والآن ماذا ستفعل بها؟ إنها أطول منك. فكر كريم قليلا ثم قال: ينبغي أن أتسلقها لأكتشف ماذا يوجد بعدها حينا. فقفز الولد إلى أعلى وأمسك بعشبة تسلقها بسرعة فائقة كما كان يتسلق الأشجار من قبل، وما كاد يصل إلى أعلاها حتى رأى قصرا فخما وببابه دجاجة سمينة ذهبية اللون يرقد بجانبها رجل قوي ضخم الجثة. قالت الدجاجة له:
أرجو أن تنقذني من هذا الرجل الفظ الذي يستغل بيضي الذهبي، إنه أناني، يؤثر نفسه على أقربائه وأحبابه وأصدقائه. أشار كريم للدجاجة أن تسكت، ثم نزل بخفة ومشى نحوها خطوة خطوة كي لا يشعر به الرجل. أخذ الدجاجة وعاد إلى منزله. كانت الدجاجة تبيض يوميا بيضا ذهبيا، وكريم يذهب به إلى السوق ليبيعه للسائقين ويشتري بثمنه أراضي خصبة يغرسها شجرا وخضرا ويشغل فيها الفلاحين، كما يشيد مدارس للمعاقين تعلمهم وتربيهم، ترعى صحتهم، تعدهم للعمل الجيد، تعاملهم مثل الأطفال الأسوياء فلا يشعرون بالعزلة والميز والنقص. لم تسألوني يا أبنائي عن الرجل الفظ، هل نسيتم أم أنا التي أغفلته؟ لا علينا، فعندما نهض من نومه لم يرى الدجاجة فصار غاضبا، بحث وبحث هنا وهناك في هذه الناحية وتلك، فلم يعثر لها على أثر، كاد يفقد عقله لو لم يتسلق عشبة. لمح كريم الرجل الفضة يطل عليه من أعلى، أشار إلى عماله أن يقتلعوا العشبة الطويلة جدا، وفي لمحة البصر مالت العشبة بالرجل الثقيل أكثر فأكثر، ثم أسقطته بعيدا بعيدا.